مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من احدى امام الثانويات المعروفه بمدينه تشيرا الجديده. بطبيعه الحال بعد خروج اولى التلاميذ الذين اجتازوا هذه الصبيحه ماده الاجتماعيات بطبيعه الحال شعبه الادب، معنا احد التلاميذ اللي غادي يتحدث لنا بخصوص كيف مرت اجواء الامتحان وكيف كانت اسئله الامتحان بطبيعه الحال. مرحبا بك خويا. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا كنشكركم على هذه الزياره ديالكم للمؤسسه. انا تلميذ الامتحانات ديال البكالوريا هذه السنه، هذا صراحه كانوا في المتناول ديال الجميع، مع يعني الانجليزيه هي اللي كانت صعيبه شويه. بالنسبه للتلاميذ، راه اللي حفظ شي حاجه راه كيجاوب، اللي ما حفظ والو راه يعني راه ما يقدرش يجاوب. يعني صراحه الاسئله تاهما كانوا في المستوى وكانوا في المتناول ديال الجميع. لقينا داكشي اللي راجعنا، داكشي اللي قرينا هو اللي لقينا حطوك لينا في الامتحان. الاجتماعيات يعني في ماده التاريخ حطوا لنا الاشتغال بالوثائق، عطاونا اربعه الوثائق اللي اشتغلنا عليها. يعني صراحه وثائق اللي كانت كنا حتى هي قريناها ودرسناها، رجعناها بحكم انني انا مترشح في الاحرار، رجعناها. كذلك ماده الجغرافيا يعني عطاونا موضوع مقالي، على عطاونا جوج مواضيع اخترت انا فيهم موضوع ديال فرنسا والصين كقوه اقتصاديه عالميه. صراحه يعني حتى من الاسئله اللي محطوطين اسئله اللي تقدر يقدر اي واحد راجع انه يجاوب عليهم. يعني ما كاينش ديك القضيه ديال لا ما حطوش حطوا لنا سؤال من السماء وسؤال من الماء، يعني داكشي اللي قرينا الحمد لله واللي راجع. ربما يعني كما كنقولوا من جد وجد ومن زرع حصد، يعني راه ما يمكنش ان واحد يجي باغي ينقل. وهذه يعني راه حتى الاداره ديال المؤسسه والاداره ديال مركز الامتحان حتى هي راه ضربه بيد من حديد على الناس اللي باغيين ينقلوا ولا هذه. يعني اللي حصل يعني اجواء عاديه، يعني راه اللي حصل كينقلوا لك يغش راه كتستخد في حقه الاجراءات، واللي جاي معتمد على راسه بطبيعه الحال راه كيدوز الحمد لله. القسم فاش دوز صراحه اجواء يعني الاساتذه بعد اللي حرصوا علينا اليوم، اساتذه اللي هو كيخليك انك كيحيد لك داك ستريس، يعني كيحيد منك داك ستريس ديال الامتحان، يعني كيخليك انك كتعيش في واحد الجو اللي عادي بحال اللي كدوز امتحان عادي. على عكس البارح يعني في اللغه الانجليزيه اللي لقينا واحد الصعوبه، مع الصعوبه هي ان الاساتذه كيجي كيوقف لك حدا راسك، يعني كيبقى واقف لك 10 دقائق 20 دقيقه حداك كيشوف فيك، يعني كيستريسك انت راه حافظ وكل شيء ولكن كيستريسك بديك الوقفه اللي وقف حداك. الاساتذه اليوم حارسين يعني حارسين على التلاميذ باش يجزروا حالات الغش، و عندنا في القسم حنا ديالنا ما كاينه حتى شي حاله غش من نهار بدا الامتحان، يعني جميع التلاميذ كل شيء منضبط، جميع التلاميذ يعني كيجوا حتى لوسط القاعه كيراجعوا شويه قبل ما توصل الثمانية، يعني في الصونيط الاولى ديال باش اننا ندخلوا كيحيدوا الدفاتر ديالهم كنستعدوا للامتحان ديالنا. كيكون واحد الصمت يعني في القسم اللي كيخليك انك تركز على الامتحان ديالك وكتشتغل على الورقه ديالك. ما كتلقاش شي واحد مهز راسه على الورقه ديالو ولا كيقلب في شي جهه اخرى باش انه يقلب على اللي ينقلوا. يعني ما بعد البكالوريا، ربما يعني ما بعد البكالوريا انت كتلميذ، يعني شنو ما بعد البكالوريا؟ ان شاء الله كنفكر انني ندفع في كليه القانون، سواء انا بمدينه اكادير او خارج مدينه اكادير، يعني ندفعوا ليها ولما لا، يعني حتى هي نفاليدي فيها ونوصل يعني لذاك الشيء اللي بغينا في القانون. يعني هاد المواد اللي دوزتو نقولوا بان يعني نقولوا الباك في الجيب. ان شاء الله يعني هو كل شيء، يعني دابا حنا اللي علينا درنا داك الشيء اللي حفظنا حطيناه في الورقه كتبقى على المصحح، يعني هو اللي الا كان مصحح يعني اللي نزيه كما كنقولوا فراه غادي يقرا الورقه بتمعن، كان يعني سميتو غادي تبان ليه الورقه ما عمراش ولا شي حاجه ولا خاص شي سؤال غيبقى غير يضرب، يعني هذه كتبقى على المصحح هو اللي غيحط لنا النقطه ديال النهايه، هو اللي غادي نشوفهم. ما حنا يعني من ناحيتي انا داكشي اللي خدمت فراه الباك في الجيب، ماشي مشكل. شكرا لك.